السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. قيادات حكومية وحزبية تهنئ الإصلاح بمناسبة ذكرى التأسيس وتشيد بمسيرته النضالية. حفل خطابي وفني في تعز احتفاء بالذكرى 30 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل تماسكها لمقاومة الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة، وشدد رئيس الجمهورية على مضاعفة وتضافر الجهود من قبل كل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لملامسة واقع المواطن وتلبية احتياجاته ومتطلباته الأساسية وتخفيف معاناته التي ضاعفت من أعبائها قوى التمرد والانقلاب. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا استثنائيا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أهمية تجاوز كل المنغصات والتحديات والعمل المخلص والجاد من أجل تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني دون استثناء. وثمن رئيس الجمهورية صمود وتضحيات حماة الوطن وأبناء اليمن من قبائل وشيوخ وشباب وكهول وتسطيرهم لملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس ضد ميليشيا الحوثي، ونوه بجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الدائم لدى اليمن وعلى مختلف المستويات. هنأ رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس الحزب. وقال رئيس الوزراء في البرقية التي بعثها إلى قيادة الحزب، قال: نهنئ ونبارك لقيادات وكوادر وأعضاء حزب الإصلاح بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس الحزب. هذا ويحتفي الإصلاح بمناسبة الذكرى 30 للتأسيس والتي تحل الحزب بكوادره وجهوده وإمكاناته، منحاز إلى خيار الشعب الذي تعرض لأخطر تهديد في مسيرته الجمهورية. هنأ السفير الصيني لدى اليمن كان يون التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس الحزب، وأشاد بالأدوار الهامة التي يقوم بها الإصلاح في مختلف المجالات. وقال السفير الصيني في برقيته إنه خلال 30 السنة الماضية تقدم الحزب الموقر خطوة بخطوة وأصبح حزبا لديه التأثير في اليمن ويلعب دورا هاما في مختلف المجالات. وأشار السفير الصيني إلى عمق العلاقات بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، وأعرب عن ثقته بأن الجهود التي يبذلها الإصلاح والأحزاب اليمنية الأخرى ستساهم في إنهاء الحرب وتحقيق السلام والتنمية للشعب اليمني، مبديا استعداد الجانب الصيني للتعاون مع الإصلاح والأحزاب الأخرى والمساهمة في مساعدة الشعب اليمني حتى ينعم بالحياة السلمية والآمنة. بعثت قيادة المؤتمر الشعبي العام الداعم للشرعية برقية تهنئة إلى التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس الحزب. وأشادت قيادات المؤتمر الشعبي العام بالإسهامات الوطنية للتجمع اليمني للإصلاح ومناصرته للقضايا الوطنية وترسيخ الديمقراطية التي قامت عليها الجمهورية ونصت عليها أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وحي المؤتمر الشعبي العام موقف الإصلاح الرافض للانقلاب على الشرعية الدستورية، وثمن التضحيات التي يقدمها منتسبو التجمع اليمني للإصلاح لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأكدت قيادة المؤتمر على أهمية وحدة الصف والعمل الوطني المشترك وتحقيق السلام في اليمن وإنهاء الحرب، واستنادا إلى المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وخاصة القرار 2216. كما هنأ رئيس الهيئة العليا لاتحاد الرشاد اليمني الدكتور محمد العامري هنأ قيادة وكوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 30 للتأسيس. وقال العامري في برقية تهنئة إن حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو يقف على أعتاب العقد الرابع من عمره
يمثل تجربة ثرية وملهمة في العمل السياسي والتعددية الحزبية في اليمن. وأكد العامري أن الإصلاح ظل عبر كل المحطات التاريخية وفيا للمصالح العليا للشعب ومكاسبه الوطنية، وفي مقدمتها هوية الشعب وثوابته الجمهورية والوحدة، وهو اليوم يقف إلى جانب الشرفاء والغيورين من أبناء الشعب في مقارعة طغيان الإمامة بنسختها الحوثية الإيرانية، ويبذل تضحيات جسيمة في سبيل استعادة الدولة اليمنية وإنقاذ البلد من حالة التشظي والضياع. وشدد رئيس اتحاد الرشاد على ضرورة المضي قدما في استنهاض الهمم والمزيد من الالتحام بالمشروع الوطني والتكامل مع بقية القوى السياسية ومراعاة حساسية المرحلة التي تتطلب من الجميع كثيرا من التغافل والتسامي على ندوب الصراعات السياسية التي أثقلت كاهل الجميع وأضرت باليمن ومكتسباته وسلامته. احتفل التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز بالذكرى 30 لتأسيس الحزب وسط حضور جماهيري كبير. ونظم إصلاح تعز مهرجانا خطابيا حضره قيادات الأحزاب بالمحافظة وجمع كبير من قيادات وأعضاء وكوادر الأحزاب بالمحافظة. وأكد إصلاح تعز على أهمية توحيد جهود كافة المكونات بالمحافظة لاستكمال عملية التحرير وإنهاء الانقلاب. وأشاد إصلاح تعز بنضالات الإصلاح في كافة المحطات مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها ولا يزال يقدمها الحزب في ميادين النضال. بعث سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي في تعز باسم الحاج برقية تهنئة إلى قيادة وقواعد حزب الإصلاح في محافظة تعز، وذلك بمناسبة الذكرى 30 لتأسيس الحزب. وقال الحاج: نهنئكم بحلول الذكرى 30 لتأسيس حزبكم، ويسعدنا أن نشارككم هذه الاحتفائية التي يجب أن تذكرنا بأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الحزب السياسي الإصلاح في سبيل الانتصار لمفهوم السياسة والفعل المدني المقاوم لكل أشكال الانقلاب والتآمر على مشروع الدولة ومفهوم الشراكة الوطنية، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن على العموم وتعز على وجه الخصوص. وثمن الاشتراكي دور الإصلاح النضالي في معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية وفي مقاومة الانقلاب العسكري السلالي. وقال: نؤكد لكم أننا في منظمة الحزب الاشتراكي سوف نكون دائما إلى جانبكم وإلى جانب كل القوى الوطنية في سبيل الانتصار لمشروع الدولة المدنية الحديثة وفي سبيل الانتصار لمفهوم الوطن الذي يعيش فيه كل اليمنيين. وفي سياق متصل بعث حزب العدالة والبناء في تعز برقية تهنئة إلى قيادة وقواعد حزب الإصلاح بالمحافظة بمناسبة ذكرى التأسيس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتقدم والرقي في مسيرتهم الوطنية وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي ضحى الإصلاح ومعه كل القوى الوطنية من أجلها والمتمثلة بدحر الانقلاب الحوثي وعودة الشرعية. وقال حزب العدالة في برقية التهنئة إن قيادة وأعضاء فرع حزب العدالة والبناء في تعز وهم يهنئون قيادة وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح يؤكدون على دورهم المحوري والفاعل في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وقال: إننا معكم في خندق واحد ضمن إطار الشرعية اليمنية في مواجهة الانقلاب الميليشاوي وكل أشكال التمرد، وسنظل وإياكم مع كل أبناء الوطن ومصيره المشترك. وأشاد حزب العدالة والبناء بمسيرة الإصلاح النضالية مع كل القوى الوطنية في الدفاع عن ثوابت الشعب والجمهورية والدولة ووحدة أراضيها. كما بعث اتحاد القوى الشعبية في محافظة تعز برقية تهنئة للتجمع اليمني للإصلاح في المحافظة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب 30. وقال في برقية التهنئة: قال إن تأسيس التجمع اليمني للإصلاح شكل إضافة جديدة ونوعية للحركة السياسية في اليمن، والتي بدأت عهدا جديدا من النضال السلمي العلني في ظل الأجواء الديمقراطية التي كفلت الحرية السياسية والإعلامية بفضل الوحدة اليمنية. وأشاد حزب القوى الشعبية بدور إصلاح تعز في مجابهة ميليشيا الانقلاب وتقديم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من الرفاق والأبناء المناضلين الشرفاء دفاعا عن الثورة والجمهورية. وأعرب حزب القوى الشعبية عن تقديره لمشاركة الإصلاح في ثورة فبراير العظيمة وتضحياتها الجسيمة في معارك الشرف. وقال: نجدد لكم العهد ولجماهير الشعب اليمني بالمضي معا في مقاومة الانقلاب الإمامي الكهنوتي حتى إسقاطه واستعادة الدولة والجمهورية وزوال كافة أخطار التمدد الفارسي المجوسي على الأمتين العربية والإسلامية.
قال رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالجوف الشيخ علي بن صالح شطيف قال إن إصلاح الجوف قدم 13 عضوا في قيادة المكتب التنفيذي وعددا من أعضاء مجلس الشورى ومسؤولي الإصلاح في مديريات المحافظة والمئات من أعضائه، إلى جانب كل شهداء اليمن من أجل الوطن، وأن تبقى اليمن عربية أصيلة، وأن تظل الجمهورية قائمة على الحرية والعدل والمساواة. ودعا شطيف الإصلاحيين وكافة اليمنيين إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وأوضح شطيف في حوار مع الصحوة نت بأن أبناء الجوف وكل اليمنيين الأحرار يمكن أن يتحملوا الجوع والتهميش والقصور وقلة مشاريع التنمية، إلا أنهم لا يمكن أن يقبلوا أن تهان كرامتهم أو يمس شرفهم أو وطنهم أو ثورتهم. وحيى شطيف دور الإصلاح في رفع الوعي المجتمعي وحلحلة القضايا الاجتماعية وكسر عزلة المحافظة والدفع بأبنائها إلى التعليم والالتحاق بالجامعات والبحث عن المنح الدراسية. وقال شطيف إن الإصلاح قام بجهد كبير في توعية أبناء القبائل بأضرار الثارات وواجه هذه الظاهرة بكل وضوح وأثمر الجهد عن تحول كبير في وعي الناس. قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة شبوة سالم صائل قال إن الحزب منذ تأسيسه وهو حريص على جمع الكلمة، مؤكدا بأن الحزب يقدم دائما الخبرات الوطنية على الحزبية وشعاره الوطني والأبدي الوطن أولا. تجمع الإصلاح هو الحزب الوطني الذي حافظ في كل مراحل العمل الوطني منذ تأسيسه على المشروع الوطني وعلى الوطن وعلى جمع الكلمة، وكان دائما في كل المواقف يقدم الخيارات الوطنية على الخيارات الحزبية، فيعمل في هذا الإطار منذ تأسيسه، حيث عمل في مراحل كثيرة في العمل السياسي والعمل المدني، وفي كل الجوانب كان موقفه المبدئي الوطن أولا قبل كل شيء. ولا شك أن كل المحللين والمتابعين لذلك الشان يعرفون هذه الحقائق. حاول جمع كل القوى السياسية وكل يعني على مختلف مشاربها في اللقاء المشترك، وكانت تجربة ناجحة. كان للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة الحديدة قصب السبق في مواجهة ميليشيا الكهنوت الانقلابية، مقدما العديد من التضحيات في مواجهة المشروع الإيراني وأجندته الحوثية منذ الانقلاب، ابتداء بمسيرات الرفض السلمية وانتهاء بمواجهة الميليشيا الحوثية في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، ليدون بدماء العديد من أعضائه وقياداته وأنصاره رصيدا من النضال والعطاء الوطني لأجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. واجه التجمع اليمني للإصلاح الانقلاب الحوثي، كانت شوارع الحديدة لا تهدأ من جماهيره وقوى انتهامية أخرى اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية العديد من كوادره القيادية والشابة، فزادت الإصلاح إصرارا على الرفض وتطلعا للدولة المدنية التي كان ينشدها. التضحيات التي قدمها الإصلاح خاصة في محافظة الحديدة قرابة 430 شهيدا من أعضائه وكوادره ورجالاته، وقرابة 600 من الجرحى، منهم 30 معاقا إعاقة متوسطة وإعاقة دائمة، ورجالات الإصلاح يقبعون في سجون الميليشيات الإجرامية. فمن الحديدة ما تقريبا 650 معتقلا. أوغلت الميليشيات في القمع، فكانت دماء الشهيد جمال عياني أول شهيد في التجمع اليمني للإصلاح بالحديدة التي أطلقت دماءه شرارة المواجهة مع الإنقلابيين. صعدت الميليشيات من قمعها، اختطفت المئات من أعضاء وقيادات الإصلاح في الحديدة، حاصرت منازل آخرين، اقتحمتها، شردت الآلاف ممن واجهوها في مختلف جبهات الدفاع عن اليمن، قتلت تحت التعذيب عددا من نشطاء الإصلاح وقياداته الشابة. ارتقى سليمان البرعي شهيدا تحت التعذيب بعد أن تعب القتل من تعذيبه. أما أبو زيد القيادي في الإصلاح عذب حتى الموت، توفي ساجدا لله في سجنه رافضا الخضوع للميليشيات. تلاه محمد الحشيبري وآخرين شموسا تعانق شموسا ولا تغيب عن الدفاع عن الوطن. فالإصلاح أول من وقف أمام تمدد الحوثي
ومحاولته السيطرة على المحافظات، وقام بأدوار كثيرة في مواجهته سواء في الجبهات والمعارك. التحق الآلاف من أنصاره في جبهات الدفاع عن الجمهورية رفضا للمشروع الإيراني وأجندته الحوثية، بذلوا دماءهم رخيصة لأجل الثورة والجمهورية والهوية. دونه شباب الإصلاح في الحديدة بدمائهم الطاهرة وعلى امتداد خارطة الوطن. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. أكدت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء على ضرورة أن تنال المحافظة حقها في التمثيل السياسي بما يتوافق مع حجمها وثروتها. وقال رئيس المرجعية الشيخ عبد الله الكثيري قال إن حضرموت يجب أن تنال حقها في التمثيل الذي يتناسب مع حجمها وثروتها، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتكاتف جميع أبناء المحافظة وكل مكوناتها. جاء ذلك خلال لقاء وفد المرجعية المشارك في مشاورات اتفاق الرياض بمستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن داغر في العاصمة السعودية الرياض. ويطالب أبناء حضرموت بالتمثيل المناسب في جميع المشاورات التي تجري بشأن تشكيل الحكومة وفقا لاتفاق الرياض. شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فجر اليوم غارات على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وضواحيها. وقالت مصادر محلية بأن الانفجارات هزت معظم أحياء العاصمة صنعاء. وقالت مصادر صحفية بأن الغارات استهدفت قاعدة الديلمي ومحيط مطار صنعاء ومعسكر الصمع بمديرية أرحب ومعسكر السواد ومعسكر الصيانة في حي النهضة وفي مناطق همدان، بالإضافة إلى غارات على مواقع في سنحان وفق مصادر إعلامية. وكانت مقاتلات التحالف قد شنت يوم أمس عدة غارات استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء، ولم يعلن التحالف عن نتائج تلك الغارات. قالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثية الانقلابية منعت اليوم فريقا من المحامين المتطوعين من حضور جلسات التحقيق في قضية الشاب عبد الله الأغبري الذي قتل تحت التعذيب قبل أيام في صنعاء في جريمة هزت الرأي العام اليمني. وقال فريق الإسناد الحقوقي إنه جرى منعهم من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة الخاضعة لميليشيا الحوثية دون أي مسوغ قانوني. في غضون ذلك تظاهر المئات من المواطنين الغاضبين أمام وزارة العدل في صنعاء للمطالبة بالانتصار لقضية الأغبري وتحقيق العدالة والكشف عن خلفيات الجريمة للرأي العام وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة. وجاءت المظاهرة الشعبية في ظل أنباء عن ضغوطات كبيرة تمارسها قيادات حوثية على أسرة القتيل للتنازل عن دمه مقابل دفع دية مالية. تعيد جريمة قتل الشاب عبد الله الأغبري في صنعاء على يد عصابة مسلحة حادثة مماثلة جرت أواخر العام 2019 في مقتل المعلم التربوي فيصل الريمي. كلاهما قتل تحت الضرب المبرح، أحدهما في وضح النهار والآخر في عين كاميرا مراقبة. يعني العجب من وجودها في غرفة داخلية صغيرة. أواخر العام الماضي 2019 قتل مالك معرض سيارات في صنعاء ومعه عدد من المسلحين المعلم اليمني فيصل الريمي في جريمة نهارية داخل حرم مدرسي. حاول الحوثيون تمييع الجريمة بتقارير طبية تفيد بوفاة المعلم الريمي طبيعيا بأزمة قلبية وليس بأثر جنائي، ما إن خرجت الجريمة للعلن وغدت قضية رأي عام حتى استنفر الحوثيون في اتخاذ إجراءات تبييض وجه من ضبط للجناه لتؤول نهايتها إلى هاجر قبلي برعاية قيادتها. يتكرر المشهد على ذات النمط والحيثيات، رجل مال وعصابته المسلحة يقتلون الشاب عبد الله الأغبري في قلب العاصمة صنعاء التي يفرض عليها الحوثيون قبضة بوليسية مشددة. مر نصف شهر على الجريمة، أنهى الحوثيون في زمنها مشروع تمييع الجريمة ودفنها بتقارير طبية مزورة، وكان ثور الهجر جاهزا في اسطبل محمد علي الحوثي. ما كان للجريمة أن تطفو على سطح الاسطبل لولا صراع أجنحة داخل الهيكل الحوثي تسرب معه فيديو الجريمة تصفية لحسابات شخصية. وما إن غدت جريمة قتل الشاب الأغبري قضية رأي عام، بدأ حديث الحوثيين عنها وإجراءات ضبط الجنى لكأنما حدثت لحظة تسرب الفيديو. ولم تشهد العاصمة صنعاء في تاريخها جرائم حراء
إصابة من هذا النوع البهيمي بطابعه المتوحش في لحظة استقواء تقوم على تمايز مناطقي وطبقي وثقة الجناة بنجاتهم من العقوبة. لقد منحت الميليشيا الحوثية لأتباعها حرية الجريمة وحق ممارستها على جميع اليمنيين، فصارت الجريمة أمرا يوميا واعتياديا كأي وجبة عشاء. ندد محتجون في محافظة تعز باستمرار تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة بالتدخل لوقف هذا التدهور ووضع حد لارتفاع الأسعار التي تضاعف من معاناة السكان. للمرة الرابعة وأبناء تعز بوقفات ومسيرات يرفعون أصواتهم ويرسلون رسائلهم إلى الشرعية وإلى كل من يهمهم الأمر، أنقفوا معنا فنحن نموت جوعا بسبب تدهور العملة، وعدم تدخلكم يقتلنا كما يقتلنا الحوثي من يحاصر مدينتنا. الشعب اليمني يموت، الشعب اليمني بحالة لا يرثى لها، يعني الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي لا راتب لا مرتبات لا عيشة لا حياة. أصبح الموظف أو الإنسان يستلم راتب لا يتجاوز 60,000 50,000، الذي لا يساوي كذلك 70 أو 60 دولار، يخرج من هذا المبلغ المالي 40,000 30,000 إيجار و 20 أو 10 ألف و 15 ألف، لا تساوي حتى كيس دقيق هذه الأيام. اليوم الأسعار مشتدة علينا، اليوم الدولار ب 840 ريال، اليوم الريال السعودي ب 220 ألف، أين نسير؟ لمن نصيح؟ يا اليوم الكيلو، اليوم الكيلو الطماط ب 1200، الكيلو البصل ب 600، الكيلو البطاط ب 600. الأسواق تشتعل ناراً والمواطن يصطلي بهذه النار كل يوم، وبقية الخضروات وصلت إلى أسعار لم يسبق وأن شهدها السكان. صار جنوني، بس الطماطم بألف ومائتين والحاجة الثانية كلها زاد 500 400 300، كل شيء. الرمان بألفين، الأسعار مرتفعة جداً، وأسعار سعر الصرف تزيد كل يوم بعد يوم، والحمد لله اليوم بيعنا بصرف 215 ريال. نطلب من الحكومة الشرعية عودة النظر في الأسعار وسعر صرف الريال اليمني. الغلاء حريق نار بكل حاجة، وخاصة بالدكاكين والبقائل. الكيلو البصل تشله ب600 ب700، وهنا يندولك بالملعقة. الطماطم كل شيء حريقة، والناس حالتهم ماتيهم بالتنك، ما يحصلوش حاجة. الناس تعبانين بلا رواتب جانب من غير أشغال. الشارع التعزي وصل إلى 2000 يوم من الحرب والحصار والقتل والاستهداف، ليغزوه اليوم غاز جديد استطاع أن يدخل إلى بيته ويهزمه مع أطفاله كقاتل جديد لا قدرة للمواطن على مجابهته ما لم تتدخل الحكومة بقوة لإنقاذه ومساعدته على الصمود بوجه المشروع الإنقلابي. أقر لقاء موسع لمدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة وعقال الحارات وممثلين عن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة تعز اليوم السبت، أقر إعداد آلية لمتابعة الأحداث ورصد الاختلالات الأمنية والمطلوبين والإبلاغ عنهم والتنسيق المتكامل بين الأجهزة الأمنية وعقال الحارات. لقاء أمني موسع بين السلطة المحلية وإدارة أمن المحافظة ومدراء أقسام الشرطة وعقال الحارات لمناقشة قرارات اللجنة الأمنية بشأن منع المظاهر المسلحة داخل المدينة والمديريات المحررة، وردع أي أعمال فوضوية تسعى لها العصابات الخارجة عن القانون. اجتمع القيادات المجتمع المدني مع قيادات الشرطة وقيادات السلطة المحلية، ناقشوا العوائق الأمنية، ناقشوا الأشياء التي تعيق يعني تثبيت الأمن، وخرجوا بمخرجات إن شاء الله سيراها المواطن البسيط. خلص اللقاء إلى التأكيد بضرورة مطاردة تلك العصابات وتعاون عقال الحارات في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار. يمثل مثل هذا اللقاء الأمني الموسع أهمية ضرورية في مخرجات اللجنة الأمنية والعمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار داخل المدينة والمديريات المحررة.
يأمل الكثير من أبناء تعز من الأجهزة الأمنية القضاء على كل أعمال البلطجة وتثبيت لغة القانون. نحن في تعز نطلب تثبيت الأمن في محافظة تعز وضبط المفصعين والخارجين عن القانون، وأيضا يكون هناك لغة واحدة، لغة القانون والسلطة المتواجدة في محافظة تعز. أيضا لابد إحنا كمجتمع نتعاون مع الأمن، نتعاون مع الحملة الأمنية. وشهدت مدينة تعز مؤخرا أوضاعا أمنية مستقرة بعد خروج الحملات الأمنية داخل المدينة وخارجها. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. قيادات حكومية وحزبية تهنئ الإصلاح بمناسبة ذكرى التأسيس وتشيد بمسيرته النضالية. حفل خطابي وفني في تعز احتفاء بالذكرى 30 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.